بس احنا ناس مجروحين وناس تعبانين وناس فاقدين وطن، يعني بنتمناش لا لنا ولا لغيرنا المشاكل والمتاعب والشغلات اللي كانت امبارح شغلات اجراميه. ما حكيت من فتره يا نحن ما نتمنى للشعب الامريكي الدمار، بس نتمنى لبوش للكونغرس الامريكي الدمار لاجل نصرت لاسرائيل. عمل كبير كثير وعمل بيدخل بخانة الإرهاب المنظم. يعني إحنا كفلسطينيين ضد قتل المدنيين الأبرياء وضد أي عمل بيستهدف المدنيين من جميع الجهات. اتهام الفلسطينيين والعالم هذا السيناريو أمريكي واضح. لماذا لم نفكر بأن العملية قد تكون من داخل أمريكا؟ من فجر السيتي هول سنتر بأوكلاهوما؟ أليس الأمريكيين؟ وممكن أن يكون الأمريكيين وراء ذلك. اللي صار امبارح حسب توقعي أنه يكون من الحركة الصهيونية العالمية لزيادة الشرخ بين الولايات المتحدة الأمريكية بين الشعوب الإسلامية نتيجة للي صار بمؤتمر ديربان بجنوب أفريقيا.